يعرفوا أي مجتمع وأي اقتصاد. جيبوا سعداء كل الشباب كل المقاولين اللي شفناهم داوي يشتغلوا في هذا الميدان عدة حلول، سواء من ناحية العروض، من ناحية توصيل المنتجات اللي ربما يقتنيوها مواطنين من خلال هذه المنصات الرقمية، من ناحية كذلك وسائل استعمال وسائل الدفع العديدة. هذا طبعا يحفزنا باش نزيد نواصل الدعم من أجل تطوير هذا النوع من التجارة اللي هي تجارة المستقبل، حتى بالنسبة للتجار الكلاسيكيين. يعني العديد منهم شفنا يعني مؤسسة كما اتصالات الجزائر اللي لحد الآن كان تسوق بعض المنتجات اللي هما لمودام ولا لروتور، كانت تسوقهم من خلال نقاط البيع لها، الآن عندها نقطة بيع افتراضية من خلال التجارة الإلكترونية. هذا يخص كل المتعاملين الاقتصاديين. بالنسبة للقطاع